7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. خلال زيارتهما لمدينة رام الله عام 1869، تأثر الأمريكيان المنتميان لطائفة الكويكرز إيلي وسيبل جونز بحياة النساء الفلسطينيات في هذه المدينة الصغيرة، وقررا محاولة القيام بمشروع يخدم تعليم المرأة الفلسطينية في ظل غياب مدارس الإناث في تلك الفترة. فقاما بطرح هذه الفكرة على طائفتهما في الولايات المتحدة، التي قررت بدورها تأسيس مدرسة للفتيات في مدينة رام الله. وتم تحقيق هذا المشروع بدعم من أعضاء طائفة الكويكرز في الولايات المتحدة وبريطانيا. أول شيء أنا أول ما جيت على المدرسة حبيتها كثير ولقيتها حلوة ولقيتها كثير كبيرة، بالذات المكتب اللي عجبتني أكثر شيء فيها كتب وفيها موسوعات. واكثر اشي عجبني برضو انه قدرت اشتغل، المعلمات اشتغلوا علي عشان يصير معدلي اعلى واشتغل. في عام 1989 اصبحت المدرسة تدار من قبل طائفة الكويكرز في الولايات المتحدة فقط، واشتملت المدرسة على قسم داخلي يضم طالبات فلسطينيات وأخريات من الدول العربية. الواحد بحس حاله انه في داره لانه في المساحة كتير كبيرة وفي شجر كتير وفي كتير كتب بالمكتبة متوفرة، زي مثلا اذا عندك بحث مش ضروري انه نضم على الانترنت، في كتير كتب في المكتبة ممكن تساعدنا في البحث، وفي كتير اشياء منيحة في المدرسة مثلا زي المعلمين انه هذا كتير بعطوك انه مساعدة اذا بدك شيء. ملعب الباسكت في اثنين مقسوم لملعبين، قدم وباسكت وكمان ملعب باسكت، في ملعب الحشيش. وفي عام 1901 تم تأسيس مدرسة أخرى للذكور بناء على إلحاح المجتمع المحلي، وقد تم شراء قطعة أرض في مدينة البيرة لتأسيس هذه المدرسة التي شملت أيضا قسما داخليا. كانت مدارس لفرنس شاهدا على جميع المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين، ابتداء من الحكم العثماني ومرورا بالانتداب البريطاني والوصاية الأردنية والاحتلال الإسرائيلي وانتهاء بقيام السلطة الفلسطينية. تعرضت مدارس لفرنس لفترات حرجة في الحربين العالميتين، وتم استخدامها كسكنات عسكرية، وخلال النكبة استخدمت كمستشفى ميداني وملجأ لمن شردوا من حيفا وعكا ويافا. في سبعينيات القرن الماضي تم تطوير برنامج أكاديمي لأبناء العائلات الفلسطينية التي قررت العودة إلى وطنها من الولايات المتحدة، حيث تمكن أبناء هذه العائلات من تعلم لغتهم الأم إلى جانب الإنجليزية في مواضيع أخرى. ومع بداية الانتفاضة الفلسطينية نهاية الثمانينيات وقيام الاحتلال الإسرائيلي
بإغلاق المدارس لفترات طويلة وتردي الوضع الاقتصادي بشكل عام. تعرضت مدارس الفرنز لأزمة مالية حادة، خاصة أن عددا كبيرا من طلبتها غادروا نحو الولايات المتحدة. وفي عام 1990 قرر مجلس أمناء المدارس دمج المدرستين وتحويل مدرسة الفرنز للبنات إلى مدرسة ابتدائية مختلطة، وتحويل مدرسة الفرنز للبنين إلى مدرسة ثانوية مختلطة، حيث جاء هذا القرار بناء على القناعة بضرورة الاختلاط وتهيئة النشء للمستقبل. دأبت مدارس الفرنز على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع التطورات العالمية ومع احتياجات المجتمع الفلسطيني، وفي هذا السياق تم تبني برنامج البكالوريا الدولية الذي يعد من أكثر البرامج الأكاديمية تطوراً على الصعيد العالمي، حيث تفضله أعرق الجامعات العالمية. فرص كثير للولاد، في اللي عم تعطينا فرص لعلامات نزيدها للناس اللي عندهم ضعف، وبرضه احنا بس الحمد لله عندنا ملاعب فيها كثيره مش زي اي مدارس. واخيرا تعود ملكيه المدارس لجمعيه الكويكرز في مقاطعه انديانا في الولايات المتحده، وتقوم هذه الجمعيه بالتعاون مع مجلس امناء المدارس المحلي الذي تاسس في ثمانينيات القرن الماضي برسم سياسات المدارس وفلسفتها وتوجهاتها.